تقول: ما حكم قياس المرأة الملابس في محل الملابس؟ والله أنا أقول يعني لا يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها في هذه المحلات، وإن كان ولا بد ففوق ملابسها، إن كانت تريد أن تقيس نعم تحت العبات لكن فوق الملابس، لا تنزع ملابسها، يعني تبقى الملابس الداخلية ثم تبدأ تلبس الملابس الجديدة، لا يجوز هذا، خاصة أن بعض المحلات ثبت أنهم كانوا يضعون بعض الكاميرات، والآن الكاميرات أعوذ بالله صارت دقيقة جدا بحيث لا ترى، وأنا لا أتهم أصحاب المحلات كلهم أنهم يضعون كاميرات وكذا، لكن الاحتياط طيب، ولا ينبغي المرأة أن تتساهل في هذا الأمر، ولا ينبغي لنا أن نتساهل مع أهلنا بأن نقبل أن يقيسوا ملابسهم، ينزعوا ملابسهم في هذه المحلات، فإن كان ولا بد فتقيس فوق ملابسها ولا تنزع ملابسها في هذه المحلات.